إلى مدينة سخنين، حيث فوجئت البلدية واللجنة الشعبية بإعلان الشرطة الإسرائيلية عن مناقصة لتأجيرها مراكز لها في مدينة سخنين. استنكرت البلدية واللجنة الشعبية في المدينة تصرف الشرطة دون التنسيق معهما، وأعلنتا رفضهما لفتح مركز شرطة في المدينة. للاطلاع على هذه القضية وتفاصيلها ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ المحامي محمود شاهين، رئيس اللجنة الشعبية. مرحبا بك. مساء الخير عبر الزوم جميع المشاهدين والمشاهدات، طبعا عبر الزوم. نعم عبر الزوم، مرحبا بك. إذا اشرح لي كيف تقوم الشرطة بهذا الفعل، تحاول استئجار مبنى لي يعني افتتاح مركز لها دون التنسيق مع البلدية، هل هذا أمر قانوني؟ يعني ما قامت به البلدية الشرطة في هذا المضمار يعني مستغرب ومستهجن جدا، خاصة إنه الشرطة عرضت علينا منذ فترة طويلة إقامة محطة شرطة في مدينة سخنين، ونحن طبعا درسنا هذا الموضوع وبشكل متعمق، وقمنا بجولة ميدانية باتصال مع جميع أو قسم كبير من البلديات والمجالس المحلية التي توجد بها محطة شرطة، واستمعنا إلى آرائهم وتقييمهم لمحطات الشرطة الموجودة في بلداتهم، وجميع من تواصلنا معه قال لنا بشكل واضح جدا إنه النصيحة بعدم إدخال الشرطة إلى المدينة لأسباب كثيرة جدا، منها طبعا أن الشرطة لا تقوم بواجبها حتى لو كانت في داخل قرانا ومدننا العربية، والأمر الثاني أنه هناك في خلينا نقول أنه الشرطة تعمل بدون تنسيق مع رؤساء المجالس والبلديات، وهذا الأمر طبعا غريب جدا، لأنه المفروض أن الشرطة تعمل بخدمة المواطن وتعمل بتنسيق مع المجالس والبلديات، عدا أن الشرطة خلقت خلال فترة زمنية طويلة أزمة ثقة ما بين الشرطة وكمؤسسة وبين نعم، ولكن بعد أن توجهتم للشرطة وأعلنتم أنتم كلجنة شعبية وكبلدية رفضكم لافتتاحها مركز شرطة في المدينة، كيف كان ردها؟ يعني آخر اجتماع كان لنا مع ضابطة شرطة مسقاف، عادت وكررت في هذا الاجتماع قبل حوالي شهر ويزيد انه عن طلبها انه تقام محطه شرطه في سخنين، وتناقشنا في الموضوع بشكل مطول معها ومع الطاقم الذي حضر برفقتها، وابلغناهم انه احنا عندنا قرار بهذا الموضوع، قرار اللي هو ثابت وغير قابل للتغيير في هذه المرحله، على اعتبار انه احنا لا نريد محطه شرطه في سخنين او محطه شرطه جماهيريه او اي مكتب اخر للشرطه، لانه اول شيء شرطه مسقاف هي قريبه جدا من بلده سخنين، تبعد حوالي كيلومتر او يزيد قليلا عن ذلك، وبامكان الشرطه ان تعمل وتقوم بواجبها، وطبعا الوضع انه الشرطه لا تقوم بواجبها كما ينبغي وكما يجب. يعني هنا اريد ان اسالك، وفق تحليلك الشخصي واطلاعك، وانتم من اللجنه الشعبيه نشيطين جدا في كل ما يتعلق بقضايا المجتمع داخل المدينه، لماذا تريد الشرطه افتتاح مركز؟ هل هو لاستخدام الميزانيات التي خصصت من قبل الحكومه، او قول أنها تحاول رغم أن الميزانيات التي سوف تعد لبناء هذا المركز يمكن توظيفها بشكل أفضل لسحب السلاح الذي يهرب من الجيش الإسرائيلي للمجتمع العربي؟ يعني قد تكون هناك يعني في للشرطة في أسباب كثيرة جدا لإقامة محطات شرطة في مدننا وقرانا العربية، الشرطة تعمل يعني من خلال التجربة ما بالذات بالفترة الأخيرة بالأحداث الأخيرة، الشرطة كانت يعني بمعزل كامل عما يحصل مع البلديات، وخاصة أذكر طمرة ومدينة أم الفحم، اللي طبعا الشرطة لم تتعاون إطلاقا مع رؤساء البلديات، وهي تمثل كبؤر استيطانية بداخل مجتمعنا العربي، هي تريد أن تقول أننا هنا نفتح محطات شرطة في المجالس والبلديات العربية وأن نريد أن نكافح الجريمة، بس هذا الأمر ليس صحيحا بالمرة، الشرطة لا تعمل كيف لازم من أجل مكافحة العنف الجريمي، لأنه لا يوجد هناك قرار استراتيجي من قبل الحكومة والشرطة بمكافحة الجريمة في الوسط العربي، ولولا إذا توفر هذا القرار أنه راح تكون الأمور مختلفة تماما، عندما كانت هناك في جريمة وعنف في الوسط اليهودي كان قرار استراتيجي من الحكومة، وقامت الشرطة وكل أدرعها الأمنية
باستئصال العنف والجريمة من المجتمع اليهودي، وهذا ما يجب أن يحصل في مجتمعنا العربي. نعم، وهو ما لا يحدث، رغم أن كما ذكرت الشرطة الإسرائيلية لديها أذرع، لديها القدرات لصد الجريمة في المجتمع العربي وهي لا تقوم بذلك. شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة.